اهلا وسهلا باعظم جماهير لاعظم نادي في الكون. دي مش وجهه نظرنا، ده العالم كله شايفنا كده. مبروك طبعا جائزه الافضل، افضل نادي في قاره افريقيا، واللي حصل عليها النادي الاهلي في حفل جوائز الكاف بالامس. مش بس النادي الافضل، لكن كمان اكتر من جائزه، منها طبعا افضل لاعب داخل القاره اللي حصل عليها بيرسي تاو، ايضا افضل هدف احرز في المسابقات الافريقيه، هدف كهربا في مرمى الهلال السوداني. توقيت، انا دايما على فكره عندي تحفظ على اجنده الاتحاد الافريقي، لكن من حيث التوقيت، توقيت ولا اروع، توقيت ولا اجمل. الكلام طبعا عن اختيار التوقيت ده لاعلان جوائز الافضل على مستوى قاره افريقيا، اللي بشوف انه في حد ذاته ممكن يكون دفعه كبيره جدا قبل ما نخوض غمار اهم واقوى واكبر منافسه بينتظرها جميع النادي الاهلي، وهي بطوله كاس العالم. خد بالك، بطوله كاس العالم يمكن تكون الاصعب، لكنها بكل تاكيد الاسهل من ناحيه الضغوط، بمعنى ان كل مسابقه بيشارك فيها النادي الاهلي، طبعا ده السيد طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي امبارح وهو بيتسلم جائزه الافضل في قاره افريقيا. النادي الاهلي هو النادي الافضل في او داخل القاره الافريقيه، وايضا مش بس كمان يعني مرشح لجائزه الافضل على مستوى القاره، لكن مرشح كمان على مستوى الشرق الاوسط وعلى مستوى العالم كافضل انجازات حققها نادي رياضي، وده قدر الاهلي. من حقك تكون فخور انك انت بتنتمي لهذا الكيان، سواء كنت مشجع، سواء كنت عضو، سواء كنت لاعب، او سواء كنت كابتن فريق، او كنت في الاجهزه الفنيه، او حتى على مستوى الاداره، انت داخل واحده من اعظم واكبر المنظومات الرياضيه في تاريخ الرياضه عموما وفي كره القدم بشكل خاص. هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي تعودنا عليه دايما. النهارده كمان في ترشيحات من جلوب سوكر لجوائز كتيره جدا، منها للاعبين، منها لانديه، هنستعرضها مع حضراتكم في الحلقه. بس انا عايز اعلق سريعا جدا قبل ما ادخل في تفاصيل الاخبار على جائزه بيرسي تاو، لان جائزه بيرسي تاو فيها عبره لكل لاعب ممكن يكون مستقبله انه يلعب في النادي الاهلي، او ممكن يكون بيلعب حاليا في الوقت الحالي للنادي الاهلي، وللجمهور على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الجماهير. بدايه لم تكن موفقه، بداية شهدت انتقادات كتير جدا وكلام كتير على بيرسي تاو، وازاي لاعب يسيب اوروبا وتحديدا انجلترا ويرجع لافريقيا، تشكيك في قدرات اللاعب. حتى الجمهور في فترة من الفترات كان شايف انه بيرسي تاو مش مقدم المستوى المنتظر منه، او مش الصفقة اللي كان بيراهن عليها. النهاردة بيرسي تاو بيفوز بجائزة اللاعب الافضل داخل افريقيا، طبعا ده السيد طارق قنديل وهو بيتسلم الجائزة امبارح في مراكش في المغرب. فالفكرة انه العبرة دايما بالنهايات، العبرة دايما بالنهايات. بيرسي تاو راهن، واعتقد انه النهاردة كسب الرهان بتألقه الكبير ووصوله لمستويات رائعة. الحقيقة كان واحد من اهم اسباب نجاح فريق كرة القدم للنادي الاهلي السنة اللي فاتت، وواحد من اهم اللاعبين في سكواد النادي الاهلي السنة اللي فاتت، وبالتالي انجاز كبير بيحققه ما كانش ممكن يتحقق غير وهو لابس تيشيرت النادي الاهلي. هتكلمني عن انجلترا، هتكلمني عن الفوارق بين اوروبا وافريقيا، ده شيء ودي قصة، وقصة الأهلي شيء تاني خالص. وأعتقد أن الإنجاز ده هيفرح وهيتشرف بيه بيرسي تاو وهيفتكره العمر كله. بالنسبة للجمهور، صبرا جميلا في أوقات كتير جدا، الصبر زي ما بنقول بيبقى مفتاح الفرج. صفقات ممكن في الأول ما تكونش بتقدم المردود المنتظر منها، ممكن كثرة النقد أو عدم الرضا أو الضغط النفسي ما تخليهاش تطلع كل إمكانياتها. ففي أوقات كتير جدا بنحتاج نصبر، عارف ان مطلوب الفوز باستمرار ومطلوب تحقيق الالقاب باستمرار، لكن مش بس هي دي كره القدم. واحنا ما بنشجعش الاهلي، او انا شخصيا يعني، واعتقد ان في زي كتير ما بيشجعوش الاهلي بس عشان الالقاب وبس عشان البطولات. نحن نعشق هذا الكيان على الحلوه دايما وعلى المره معاه. كاس العالم ينطلق الليله 8 مساء بتوقيتنا هنا في القاهره، مباراه الافتتاحيه بين اوكلاند واتحاد جده، اوكلاند سيتي طبعا واتحاد جده اللي هتكون محط انذار، لانه الفائز منهم هو اللي هيقابلنا ان شاء الله يوم الجمعه. ومن خلال متابعتنا الماتش النهارده اللي هتبدا الساعه 8 هنقدر نتكلم بكره عن منافس الاهلي اللي هيواجهه يوم الجمعه اللي جاي، وده ما يمنعش طبعا ان احنا نتطرق للمنافسين في البطوله بشكل عام، لانه مشوار الاهلي ان شاء الله قد يطول. لكن الاهم وده اللي يهمني يوصل، البطوله دي هي الاهم من حيث قوة المنافسة، من حيث تسليط الأضواء، من حيث الشهرة، من حيث مواجهة كبار العالم، وده شيء اتعودنا عليه هنا في النادي الأهلي طول عمرنا. المرة التاسعة بيشارك فيها الأهلي في البطولة، حقق إنجازات قبل كده، قابل كبار العالم قبل كده، مفيش رهبة ومفيش ضغط. جمهور النادي الأهلي
مش مستني لقب البطوله زي ما بيستناها في دوري الابطال او في الدوري المحلي او في السوبر الافريقي او غيرها من بطولات، لكن مستني من فرقه النادي الاهلي انها تقدم كوره تشرفنا، تتناسب مع قيمه وقامه النادي الاهلي واسم النادي الاهلي. عشان كده اعتبرها بطوله تكليل لمجهودات عظيمه وشاقه. انت وصلت للبطوله دي نتيجه موسم صعب جدا، حققت فيه 5 ألقاب منهم اللقب الاغلى ولقب دوري ابطال افريقيا. استمتع ومتعنا معاك. فاصل ونبدا حلقتنا. طب عندنا اخبار عن اول، طبعا البعثه وصلت امبارح بالسلامه برئاسه طبعا المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، لكن النهارده وبدايه التحضير او بدايه الاستعداد الفعلي ل ان احنا نخوض بقى مشوار البطوله. مباراه النهارده مهمه جدا، مباراه الساعه 8 بين اوكلاند سيتي واتحاد جده، والتمرينه الاولى للنادي الاهلي كانت النهارده، بدات من ساعه تقريبا، بدات 6 بتوقيتهم هناك، 5 بتوقيتنا هنا في القاهره، وهنتابع مع حضراتكم لقطات منها طبعا على الملعب، ملعب التدريب رقم 3 في مدينه الملك عبد الله الرياضيه. خلينا نشوف اهم اخبار الاهلي في الاهلي نيوز روم. زي ما قلت لحضراتكم من ساعه تحديدا بدات تدريبه النادي الاهلي، وكان في بعض اللقاءات والرسائل اللي حب لعيبه النادي الاهلي ان هم يعني يبعتوها لجماهير النادي الاهلي ويطمنوهم. خدوا بالكم نقطه من اول السطر، في حاله فصل كبيره جدا بين الموسم، كل المنافسات اللي خاضها وبالنسبه حتى للعيبه، مش بس بتكلم على الجهاز الفني وحتى على مستوى الاداره، بالنسبه للعيبه فرق كبير جدا بين كل المسابقات اللي انت ابتديت مشوارها واللي فرصك ما زالت كبيره جدا في تحقيقها، سواء كنت بتكلم على دوري ابطال او كنت بتكلم على البطولات المحليه او حتى على كاس النخبه او بطوله السوبر في شكلها الجديد اللي هتتلعب في نهايه الشهر ده، وبين كاس العالم. اللعيبه عارفه انه كاس العالم غير، اولا حجم الضغوط اقل، ثانيا حجم الحضور الجماهيري مختلف، اللعيبه دي بتلعب بدون جمهور، اللعيبه دي والجيل ده تحديدا مش بس النهارده ومش بس السيزون ده، سنين كتيره جدا فاتت حققت فيها انجازات كبيره جدا بدون ما جمهورها يكون في ظهرها في الملعب، وما تعرفش يعني ايه جمهور النادي الاهلي يبقى مالي المدرجات، ما تعرفش يعني ايه جمهور النادي الاهلي يبقى مالي مدرجات الملعب ويسند لعيبته ولاعيبته تحت وقت ما تحتاجه تلاقيه. ده هيكون موجود في السعوديه ان شاء الله، وهتشوفوا المشهد ده باذن الله في مباراه الجمعه، ايا كان بقى مين المنافس. لو كان اوكلاند اعتقد انه جماهير النادي الاهلي هتسيطر على الملعب جمله وتفصيلا، لو كان الاتحاد اعتقد انه الدنيا هتكون قريبه مش بعيده قوي، لكن على اقل تقدير الارقام اللي جايه لنا وانا هعرف النهارده من السعوديه وهقول لحضراتكم طبعا كل التفاصيل، مش هتقل عن 20,000 من الحضور في ملعب المباراه. مستر مارسيل كولر قرر انه ما يحضرش المباراه في الملعب، هو هيرسل وفد من مساعدينه عشان يتابعوا مباراه اوكلاند واتحاد جده من داخل الملعب، لكن هو قرر انه يتابع المباراه، وهي وجهة نظر محترمة بصراحة، مع اللعيبة في الفندق في مقر الإقامة. المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي رئيس البعثة طبعا في المملكة أشاد بحفاوة الاستقبال الكبيرة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وده شيء مش جديد ومش غريب عليهم، طبعا زي ما حضراتكم شايفين كواليس السفر امبارح، وكان الحقيقة في حرص كبير من الأشقاء على تذليل كافة العقبات أمام الفريق من أول ما وصل امبارح، وده طبعا بيأكد شيء مش يعني مش محتاجين ناكده على عمق العلاقات الكبيره جدا، علاقات تاريخيه بتجمع بين الاشقاء سواء في المملكه العربيه السعوديه او في الدوله المصريه، وتقديرا طبعا لحجم نادي بحجم نادي القرن نادي الاهلي العالمي وهو بيشارك في بطوله على ارض الاشقاء طبعا، فبالتاكيد كان مهم جدا هذا الاستقبال الكبير اللي كان محل اشاده من رئيس بعثه النادي الاهلي. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي من توجه البعثه او اللعيبه لملعب التدريب، بيتحركوا من فندق الاقامه او مقر الاقامه لملعب التدريب، والنهارده يمكن هيكون في تدريب خفيف اعتقد لغايه طبعا ما هتبدا مباراه الاتحاد واوكلاند، هيتابعها مستر مارسيل كولر واللعيبه من مقر الاقامه، وهيكون في وفد من محللي الاداء قرر مستر مارسيل كولر ان هم يتابعوا المباراه من داخل ملعب المباراة. تصريحات للشحات، تصريحات لمحمد مجدي قفشة أكدوا فيها على أنه مستر كولر الحقيقة بيبذل مجهودات كبيرة جدا في تحفيز اللاعبين في فترة ما قبل المباراة أو بداية الانطلاقة المباراة.
الثلاث ايام اللي جايين في غايه الاهميه، محتاجين نستعيد فيهم قدراتنا البدنيه. اعتقد انه الاهلي في الفتره الاخيره يمكن بدنيا ما كانش في افضل حالاته، ذهنيا التركيز اعتقد مهم جدا، واللعيبه مدركه تماما لاهميه البطوله والقوه المنافسه. انت مشوارك في البطوله دي امام ثلاثه من اقوى الفرق على مستوى العالم بما فيهم اتحاد جده. الحقيقه اتحاد جده النهارده بيضم بين صفوفه كتير من نجوم العالم اللي لسه بنتفرج عليهم السنه اللي فاتت في اكبر انديه اوروبا، فابينيو ليفربول، انجولو كانتي تشيلسي، كريم بنزيما ريال، ده غير بقى عبد الرزاق حمد الله ورومارينيو واحمد حجازي ولويس فيليبي. يعني بتتكلم على سكواد عالمي لا يقل عن اي فريق جاي من اوروبا. اذا كنت بتتكلم على فلومينينزي فانت طبعا لو تخطيت اتحاد جده او اوكلاند هتكون بتقابل فلومينينزي البرازيلي، وده معناه انك انت هتقابل بطل كوبا ليبرتادورس بمجموعه الحقيقه كبيره جدا من النجوم، اندريه هداف الفريق، مارسيلو باك شمال ريال مدريد ومنتخب البرازيل، فيليبي مالو كابتن منتخب البرازيل، كينو، وكينو مش غريب علينا احنا شفناه بيلعب في مصر، واحد من الجواهر البرازيليه اللي تالقت هنا في الملاعب المصريه، وبتقابل فريق قدر يكسب بوكا جونيورز في النهايه ويتخطى كل كبار امريكا اللاتينيه، فبالتالي برضه فريق ليه احترامه. وفي النهايه طبعا مش محتاج اتكلم على السيتي، انتم وانا عارفين كويس جدا مين هو السيتي، لكن الاهم انك تلعب في الماتشات دي كورتك الاهم. ده كلام على لسان حسين الشحات، قالوا عارفين ان احنا ما كناش موفقين وعارفين ان جمهورنا ممكن شويه ما يكونش راضي عنا الفتره الاخيره، لكن احنا بنوعدهم ان احنا في البطوله دي هنستعيد وجه الاهلي الحقيقي، وده اللي احنا بنتمناه. هكمل اخباري مع حضراتكم وهروح السعوديه معاكم نعرف اخر اخبار بعثه الاهلي واستعدادها لبدايه مشوار كاس العالم، لكن بعد الفاصل. كبير افريقيا بين كبار العالم، ده العادي على فكره، ما بين كل الاسماء اللي انتم شفتوها اسماء كبيره واسماء عالميه، تعودنا نكون دايما موجودين مع الكبار. داخل القلعه الحمراء يصنع المجد ويكتب التاريخ، اللعيبه اللي بتشارك في البطوله دي هتحكي وهتفتكر ذكرياتها مع بطوله كاس العالم، وهتكتب تاريخ زي ما كتبت قبل كده قدام بالميراس بطل ليبرتادوريس ومونتري وسياتل ساوندرز والهلال والدحيل واوكلاند وغيرهم من ابطال القارات. بصمه الاهلي اللي موجوده على كل قارات العالم باستثناء اوروبا طبعا، حتى مع خسارتنا من ابطال اوروبا كان الاهلي بيلقى اشاده سواء من اسبانيا او من المانيا بعد مواجهته مع بايرن ميونخ وريال مدريد في نسخ قبل كده من كاس العالم. مباريات للتاريخ مش ممكن تحصل غير وانت داخل النادي الاهلي. خلينا ناخد الناقد الرياضي محمد شوقي موجود معانا من خلال طبعا محمود شوقي من خلال طبعا مداخله هاتفيه، موجود دلوقتي يمكن هو وتابع بدايه التمرينه بتاعه الاهلي النهارده التمرينه الاولى استعدادا لمواجهه الجمعه ان شاء الله. خلينا نرحب بمحمود. مساء الخير يا محمود والحمد لله على السلامه. طبعا مساء الخير يا احمد، الله يسلمك، بحييك وبحيي كل مشاهدينك الكرام. يعني بداية كده أطمن منك على الأجواء بشكل عام من أول لحظة الوصول للمملكة، وصولا طبعا أعتقد التمرينة بدأت من حوالي ساعة للتمرينة الأولى أو لبداية المران الأول للنادي الأهلي في السعودية. المران الأول للأهلي خلاص أوشك على الانتهاء، هو مقرر طبعا بالتنسيق مع الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة أن تمرين الأهلي الساعة من الساعة 6 لحد الساعة 8، خلاص أوشك على النهاية حاليا بالملعب الفرع رقم 3 بمدينة الملك عبد العزيز الدولية أو اللي بتحتضن الملعب الجوهرة المشاع الملعب الرئيسي للبطولة. كل اللاعبين شاركوا في المران يا محمود؟ كل اللاعبين شاركوا في المران، ما فيش أي مشاكل خالص، الحالة المعنوية مرتفعة للغاية، في تركيز واضح من كل اللاعبين. مهندس خالد مرتجي رئيس البعثة أشرف على كل التفاصيل الدقيقة الخاصة بالتدريبات والانتقالات وما الى ذلك بتنسيق مع الاتحاد الدولي واللجنه المنظمه. كابتن خالد بيبو النهارده عين ملعب التدريب كمان من قبل توجه الفريق لملعب التمرين، وكان معاه الكابتن سمير عدلي وكابتن عبد العزيز المدير الاداري. كمان عاوز اقول لك لقطات راس، خلينا نوه يا محمود ان اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي من تمرين النادي الاهلي اللي معانا دلوقتي على الهواء. اتفضل يا محمود. الحاله المعنويه مرتفعه الحمد لله، في تركيز وفي اصرار على تقديم صوره طيبه للنادي الاهلي كالعاده العاشق لبطوله كاس العالم للانديه واللي بيستضيف البطوله السعوديه المره دي، ففي حضور جماهيري كبير جدا سوف يدعم الاهلي ان شاء الله في هذه البطوله المرتقبه. عاوز اقول لك انه كولر المدير الفني للاهلي
كلف بعض اعضاء الجهاز الفني بمتابعه مباراه اتحاد جده واوكلاند سيتي اللي هتنطلق بعد قليل في ملعب الجوهره على بعد امتار قليله من ملعب الفرع الاهلي بيتمرن فيه دلوقتي احمد. وكولر وباقي الجهاز هيتفرجوا على الماتش في مقر الاقامه مع اللاعبين. الامور كلها طيبه. الدكتور محمد شوي رئيس اللجنه الطبيه عضو مجلس الاداره اشرف برضه على كل التفاصيل الخاصه بالرعايه الطبيه للاعبين مع مسؤول الاتحاد الدولي. اعتقد ان الامور كلها تسير بشكل طيب للغايه. انا عارف انه فلومينينزي والسيتي ممكن يتاخروا شويه في الوصول بما انه مشوارهم هيبدا متاخر، لكن هل بعثات الفرق المتبقيه وصلت بالفعل ولا الاهلي يعتبر وصل مبكرا لاستعداد لانطلاقه المشوار يوم الجمعه؟ بص، هو الاهلي وصل مبكرا وده شيء كويس من حيث التنظيم والاستعداد. كمان اوراوا بطل اليابان استاذ احمد وصل بالفعل امبارح برضه الى جده استعدادا لخوض البطوله، برضه من الفرقه برضه اللي بتستعد بشكل كويس للبطوله. البطوله بتشهد مشاركه 7 انديه كبيره، الاهلي طبعا ابرزهم اللي بيشارك في البطوله للمره التاسعه. عايز اقول لك برضه من ضمن الكواليس المهمه انه امبارح كان في ترقب كبير لحفل الكاف اللي الاهلي فاز فيه بجوائز عديده. ردود الافعال كانت ايه؟ يعني بعد فوز الاهلي وفوز بيرسي تاو وهدف كهربا، ردود الافعال عند البعثه كانت ايه؟ شوف، هو يعني قبل الحفل ما يبدا بفتره كان اللعيبه طلعت الغرف بتاعتها. بعد دقائق بداوا ينزلوا عشان يتناولوا العشاء مع بعض في القاعه المخصصه في الدور الثاني بفندق الاقامه اللي هو بالمناسبه في احد الفنادق الجديده بمنطقه جده ويبعد عن الملعب اقل من ربع ساعه. فاللعيبه اتجمعوا مع بعض في وجود الجهاز الفني وتفرجوا على الحفل او بعض اللقطات من الحفل تباعا يعني. وكان في فرحه كبيره جدا بفوز الاهلي بجائزه افضل نادي في افريقيا. لكن طبعا بمجرد الاعلان عن فوز كهربا وبيرسي تاو بالجوائز المخصصه ليهم كان في مداعبات كتير جدا ما بين اللعيبه وبعضها البعض. كان في فرحه بتؤكد عن المعدن الطيب اللي لعيبه الاهلي كلهم مع بعض وفي حاله سعاده بنجاح بيرسي تاو وكهربا في خطف الانظار في حفل الكاف. وكل لعيب حرص انه يهني بيرسي تاو وكهربا على طريقته الخاصه. يعني بالهزار احيانا، التهنئه والمصافحه احيانا اخرى، زي ما انت عارف بقى اللعيبه وعلاقتهم ببعض. بس على فكره، على فكره انا ابتديت الحلقه النهارده يا محمود بانه توقيت الحفل ده جه في مصلحتنا بشكل كبير، واعتقد انه الدفعه المعنويه اللي احنا كنا بنتكلم عليها قبل بدايه انطلاق المشوار في كاس العالم ساهم بشكل كبير جدا فيها فكره فوز الاهلي في النهايه، بصرف النظر انه النادي او لاعب من اللاعبين، بصرف النظر عن مسمى الجائزه، فكره انه الاهلي يكون موجود في المنافسه على الافضل، ده اعتقد يعني هيدي دفعه معنويه كبيره جدا لسكواد الاهلي ان شاء الله. مظبوط، التوقيت فعلا توقيت رائع. مش هتلاقي دفعه معنويه احسن من كده. انت داخل في بطوله عالميه كبيره العالم كله بيتابعها، وانت داخل البطوله وانت بتاخد جايزه على بعد ايام من انطلاقه اول مباراه ليك، بجايزه بتقول لك ان انت الافضل في القاره الافريقيه، وبالتالي انت رايح تمثل قاره باكملها في محفل دولي كبير وبتمثل نادي عريق زي الاهلي. فلازم تكون عندك الثقه وعندك الرغبه وعندك الطموح لتحقيق مش ميداليه برونزيه بس، للوصول ابعد من ذلك بكثير. طيب التمرين النهارده كان شاهد بعض طبعا الفقرات الفنيه اللي بيصر كولر على تطبيقها، لكن كمان كولر من النوع يا استاذ احمد اللي بيحب المحاضرات النظريه، وبالتالي الايام القادمه سوف تشهد العديد من المحاضرات الفنيه لكولر مع لاعبيه، ودراسه اوكلاند واتحاد جده بعد قليل دراسه جيده جدا. انت عارف الفايز هيقابل الاهلي يوم الجمعه القادم باذن الله في ملعب الجمهوريه نفس الملعب الرئيسي. احنا على بعد دقائق يمكن من انطلاقه البطوله، الى اجواء في السعوديه او في جده على وجه التحديد اخبارها ايه؟ مباراه اوكلاند سيتي واتحاد جده، وسائل الاعلام بتتكلم عن البطوله ازاي وعن الفرق المشاركه فيها؟ عاوز اقول لك هنا قبل ما اقول لك على وسائل الاعلام بقى، يعني هنا يعني زحام شديد للغايه في محيط ملعب استاد الجوهره. انا موجود فعلا في محيط الملعب. انت عارف ان الملعب بيسع الى 65,000 متفرج. الملعب طبعا كامل العدد النهارده في مباراه اوكلاند واتحاد جده. طبعا جمهور اتحاد جده بيملأ المدرجات، اللون الاصفر بيغطي المنطقه بالكامل. لكن ان شاء الله ان شاء الله لو اتحاد جده كسب
وقابل الاهلي ان شاء الله جمهور الاهلي هيتواجد واللون الاحمر هيتواجد بكثافه. عايز اقول لك ان شاء الله الاف من جماهير الاهلي هتكون متواجده في مباراه الجمعه باذن الله. لكن مباراه النهارده جده كلها بتتكلم باسم اتحاد جده النهارده. المدينه كامله باللون الاصفر. الفعاليات جميله وكاس العالم بيفرض نفسه هنا في الاجواء جدة. عندك في السعوديه اخبارها ايه يا محمود؟ كان في امطار النهارده امطار كثيره لكن في مناطق ومناطق يعني انت ممكن تمشي لمده 5 كيلو في تحت الامطار الغزيره وبعد كده تنقطع الامطار تماما. اهل السعوديه الكرام اشقائنا الاحباء بيفرحوا جدا طبعا بالامطار دي امطار الخير ما بيشوفوهاش كتير وبالتالي الامطار دي بالنسبه لهم حاجه جميله. النهارده كان الجو ممتاز لكن درجه الحراره هل الامطار دي بتعكس درجه حراره منخفضه يعني تقدر تقول اجواء اوروبيه ولا يعني جو احنا متعودين عليه؟ لا جو متعودين عليه طبعا متعودين عليه لكن هنا الرطوبه لحد ما طبعا مرتفعه. الامطار بتحد شويه من حاله الرطوبه والجو الحار رغم ان احنا في الشتاء وفي ديسمبر لكن طبعا انت عارف جو جدا مختلف عن اي منطقه ثانيه في المملكه يعني. لكن بصفه عامه هو جو كوره لذيذ ان شاء الله اللعيبه تقدر تأدي ما عليها خلال البطوله. عاوز اقول لك حاجه مهمه بالنسبه لجمهور الاهلي. اتفضل. جمهور الاهلي رغم ان هو حصل على التذاكر بكثافه الحمد لله لكن برضه لسه السؤال المتكرر اللي بتقابله في اي مكان او زحمه هنا في جده على تذاكر المباراه. كل الناس عندها امل لسه حتى اللحظات الاخيره والايام الاخيره للحصول على تذكره لمساندة الاهلي يوم الجمعه القادم. عايز كمان اشير الى الدور الرائع للسفاره المصريه في السعوديه اللي ما سابتش بعثة الاهلي من الوصول لمطار جده في وجود عدد كبير جدا من مسؤولي السفاره المصريه بالسعوديه. المهندس خالد مرتجي رئيس البعثه حرص على توجيه الشكر للسفاره المصريه وبذلك يكون كل شيء الحمد لله مكتمل وجاهز. عندك تصور او يعني تقدير لعدد الجماهير اللي ممكن تكون حاضره في ملعب المباراه جماهير الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه؟ احنا سمعنا كده ارقام جات لنا قبل الهوا انه يعني الارقام بتتراوح ما بين 20 او 25 الف متفرج. شوف باذن الله باذن الله باذن الله لن يقل عدد جمهور الاهلي خلال مواجهه الجمعه القادم عن 20 الف متفرج. لن يقل. وهل في تذاكر ما زالت متاحه ولا قصه التذاكر دي انتهت خلاص؟ لا 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 انتهت تماما. الحصول على تذكره دلوقتي ممكن حد هيتنازل عن تذكرته ويديها لحد تاني. هي دي الفرصه الوحيده لكن ده حلم طبعا لسه موجود لالاف المشجعين. الحمد لله الاهلي بيحظى بشعبيه جارفه هنا طبعا. طب محمود عايز اعرف بكره في المفروض الفيفا هيعمل جلسه تصوير رسميه للفريق مظبوط؟ بالظبط صباح الغد ان شاء الله جلسه التصوير مطوله وكمان الاهلي بيتسلم من الشركه الراعيه ليه شركه الملابس الخاصه بكاس العالم. هيكون عليها طبعا الاعلان الخاص باحد الرعاه للنادي الاهلي. ده حصل النهارده وبكره ان شاء الله جلسه التصوير الرسميه للفيفا ودي طبعا انت عارف من الامور التنظيميه الخاصه بالبطولات الكبرى اللي الاهلي اعتدل المشاركه عليها يعني. طبعا خليني اسالك كمان هل في اي جديد فيما يتعلق باطقم التحكيم اللي هتتولى المباريات بدايه من يوم الجمعه؟ يوم الجمعه عندنا ماتشين اوراوا في كلاب ليون هيلعبوا اعتقد قبلنا والاهلي واظن يعني غالبا الاحتمال الاكبر يعني اتحاد جده او الاحتمال الاضعف اوكلاند سيتي. معلش يا زغل الصوت قطع. بسألك هل تم تحديد الاطقم اطقم التحكيم طاقم التحكيم الخاص بمباراتي يوم الجمعه؟ لا لسه الاطقم لم تحدد لكن النهارده بيدير مباراه الافتتاح حكمه امريكيه. امريكيه مظبوط. حكمه امريكيه تظهر لاول مره في بطوله كبيره زي دي وده حدث كبير جدا على فكره. الاتحاد الدولي بيولي هذا الامر اهتمام كبير قوي لان المحكمات السيدات يعني عملوا شغل طيب خلال السنوات الاخيره وبدوا الفرصه لواحده منهم او ابرزهم على الاطلاق. هي على فكره ادارت اكثر من مباراه في الدوري الامريكي خلال الفتره الاخيره وشاركت في العديد من البطولات لكن ده ظهور طبعا لافت للنظر هنا في جده ان اول مباراه في افتتاح البطوله تديرها حكمه. كمان عاوز اقول لك انه بنزيما برضو النجم الكبير نجم اتحاد جده بيلفت الانظار هنا
قبل ساعات من او قبل دقائق من انطلاق الافتتاح. يعني كل الناس هنا لابسين احنا شايفين وانت بتكلمنا يا محمود دلوقتي لقطه احتفال اللعيبه مع تاغ بيرسي تاو بمناسبه فوزه بجائزه الافضل. وانا كنت بتكلم على قصه بيرسي تاو في بداياته، قلت ان تتويج بيرسي تاو بلقب افضل لاعب في القاره بعد يعني حتى من اول ما تم الاعلان عن التعاقد معاه، فكره انه لاعب جاي من اوروبا وانه جاي من الدوري الانجليزي وانه يسيب اوروبا ويجي افريقيا، ما كانش ممكن ابدا يتحقق الانجاز ده ويوصل بيرسي تاو لمعدلات الاداء دي مع الاهلي اللي يتوجها فوز بلقب الافضل، الا لو اللاعب صبر على، لانه في هنا درس مهم جدا لكل لعيبه، اللعيبه اللي لسه ما خدتش فرصه او اللعيبه اللي الفرصه كانت معاها وراحت منها، ودرس كمان للجمهور اللي يصبر على لاعيبته ويديهم الفرصه ان هم يعبروا عن امكانياتهم بشكل كامل. شوف انا بحييك على الطرح الجميل ده يا استاذ احمد، كلام في منتهى الاهميه اللي يعني لازم كل شباب يعرفه. لاعب قادم من الدوري الانجليزي وبيقدم هذا المردود الطيب وبيرجع يستعد مستواه. تاو اضاف كتير جدا لهجوم الاهلي، لكن الاهلي اضاف الكثير والكثير لبيرسي تاو. فاعتقادي انه الجائزه الكبيره اللي حصل عليها تؤكد على مكانته ومكانه النادي اللي بيلعب فيه حاليا، النادي الاهلي. كمان بيعجبني جدا باعتبار ان انت بتعرض بعض اللقطات لبيرسي تاو، بيعجبني علاقته بزمايله. امبارح حتى كمان لاحظت يعني حتى قبل كمان الاعلان عن الجائزه، علاقه بيرسي تاو علاقه مختلفه مع كل عناصر الفريق، في حاله حب بتجمعه بكل الفرقه. كل دي خلي بالك امور بتضيف للاعب وبتخليه عنده ثقه في انه يقدم مردود فني طيب. صحيح. اللاعب دايما اللي تلاقيه علاقته متوتره بزمايله، مستحيل هتلاقي الناس بتحبه او بتحتفل بيه وبتحتفي بيه بعد كل انجاز حتى لو كان انجاز شخصي. بيرسي تاو نموذج طيب محترف كما يقول لك سجل الرول. صحيح. صحيح. واتمنى ان هو يحط بصمه كبيره في بطوله كاس العالم للانديه بالسعوديه. الناقد الرياضي محمود شوقي بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك معانا وكل التوفيق، واذا سمحت لنا طبعا نقدر نتواصل معاك على مدار الايام اللي جايه نطمن منك ونعرف اخر اخبار بعثتنا في السعوديه. بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت مداخلتنا مع النقد الرياضي محمود شوقي اللي عرفنا منها كل التفاصيل المرتبطه باول ايام الاستعداد الفعلي بقى والعملي للاهلي. بس عايز اقول تعليق على بيرسي تاو. بيرسي تاو لما جه كانوا بيسالوه طموحك ايه؟ هو كان خد قبل كده بالمناسبه بطوله دوري ابطال مع قبل ما يحترف في اوروبا مع سان داونز. طب راجع افريقيا ليه؟ قال لهم انا طموحي ان انا احقق لقب جائزه او احقق جائزه افضل لاعب في قاره افريقيا. وخد بالك هنا في فرق كبير جدا بالامكانيات، لعيبه كتيره جدا، لعيبه كتيره جدا عندنا هنا في مصر وبره مصر. كانت لعيبه على اعلى مستوى وامكانياتها ما فيش اثنين، المنافسين يعترفوا بيها قبل الجمهور. لكن ما فيش تاريخ اتكتب وما فيش مجد اتحقق. وما فيش ذكريات تتحكي ولا تتقال، لانه الموهبه مهمه جدا والامكانيات شيء عظيم جدا، لكن بدون وجود المنظومه اللي تساعدك على الوصول للنجاح مش هتقدر تحقق شيء، وده اللي ادركه بيرسي تاو من لحظه قدومه واختياره انه يكون موجود، وحتى لما اتطرح في وقت من الاوقات انه بيرسي تاو ممكن يبقى خارج صفقه خارجه من النادي الاهلي، بيع كانت او اعاره، كان عنده تصميم شديد جدا انه يكمل مشوار لغايه اخره، ودي كانت اخره المشوار. من ناحيه النجاح اتمنى طبعا مزيد من النجاح لبيرسي تاو، اتمنى انه يكون واحد من مفاتيح فوز الاهلي في بطوله كاس العالم. اشرف ممدوح نجم النادي الاهلي السابق وضيفنا في السادسه، هنتكلم كلام كتير وعندنا كلام كتير جاي لنا من السعوديه، تابعونا في السادسه لكن بعد الفاصل. في الاهلي وبس هتحقق القاب وبطولات مش هتحققها في اي نادي تاني داخل افريقيا. في الاهلي وبس هتلعب وهتشارك مع ابطال القارات في كاس العالم للانديه وتواجه فرق كبيره بحجم بالميراس ومونتيري وكلاب امريكا والهلال واوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز وهيروشيما، ابطال قارات مش مجرد فرق جايه تشارك في بطوله وديه وتقدر مش بس تروح عشان تشارك في تمثيل مشرف، لا تروح وتكسب وتقف على منصه التتويج. ده حلم الاهلاويه ان شاء الله باذن الله نكون قده في مشوار بالتاكيد هو الاصعب على مدار الموسم، لكن كلنا ثقه وكلنا بنحلم انه الاهلي ان شاء الله هيفرحنا ويروح لبعيد. خلينا نرحب بضيفي ونجمنا النهارده في السادسه كابتن اشرف ممدوح. مساء الخير يا اشرف، في مستهل بدايه المشوار
ربنا ان شاء الله باذن الله يكرمنا ويوفقنا في مباراه يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله. مساء الخير يا احمد، وسعيد دايما بوجودي معاك وعلى شاشه قناه نادينا الحبيب. طبعا يعني في البدايه خليني اقدم واجب التعازي لصديقنا وزميلنا العزيز ايهاب الخطيب طبعاً. في وفاه والده يعني ربنا يتغمده برحمته الواسعه ويصبره طبعا يعني يا رب. يعني دايما ببقى سعيد ومبسوط ان دايما في بدايه كل بطوله ببقى معاك، لان يعني بتفائل جدا جدا ان شاء الله يكون خير. ربنا يخليك احمد، وان شاء الله يكون يعني بدايه موفقه، او ان شاء الله هعتبرها بدايه موفقه ان شاء الله للنادي الاهلي الموسم ده باذن الله تعالى في بطوله كبيره. يعني انا بشوف يعني طبعا بالاضافه لفكره انك بتشوف الاهلي بيلعب في بطوله بحجم كاس عالم، واحنا بنشوف التقرير دلوقتي لا احنا بنتكلم على تاريخ طويل. صحيح. احنا النهارده نقول تاريخ الاهلي في كاس العالم تاريخ طويل للأندية. تاريخ كبير وتاريخ مشرف. صحيح. احنا مش رايحين عشان يعني فكره المشاركه او عشان فكره التمثيل المشرف، لا احنا بنروح كل مره وهدفنا ان احنا نحقق انجاز، وقدرنا نعمل ده في اكتر من مناسبه، وده قدر الاهلي دايما انه هو اللي رفع رايه الرياضه والكره في مصر. لكن خليني اسالك الاول، لانه في ناس كتير جدا كانت شايفه الدروب اللي حصل في السيزون ده مأثر بشكل كبير على الحاله المعنويه. توقيت جوائز الافضل امبارح، فوز النادي الاهلي بجائزه افضل نادي في افريقيا وفوز بيرسي تاو افضل لاعب، اللقب ده على فكره بالمناسبه مش اول مره ولا ثاني مره، ده 9 مرة يحققه لاعب في النادي الاهلي. لقب افضل لاعب داخل القاره حققه قبل كده بركات كتير، بركات وتريكا كابتن خطيب حسن. طبعا كابتن خطيب طبعا يعني في الاول كان كان فرانس فوتبول مش الكاف كمان. صحيح. يعني كان اختيار عالمي مش اختيار افريقي. والشناوي قريب كمان، الشناوي مؤخر 2020 او 21 هو اخر لاعب توج باللقب ده. فبيرسي تاو بيضيف للقائمه، بيضيف للقائمه. توقيت الجوائز دي يعني يمثل ايه للعيبه وهي بتبتدي تتحضر لماتش الجمعه؟ يعني انا شايف ان قدر ربنا سبحانه وتعالى انه يكون في التوقيت ده قبل بدايه البطوله الاهلي هو سيد افريقيا، وده الطبيعي والمتعارف عليه والكل يعلم ده بالانجازات والتاريخ والارقام والمستويات الفنيه اللي بيقدمها النادي الاهلي على مدار تاريخه. ولكن دي عامله مشكله كبيره جدا يا احمد، خلي بالك، لانه بتسبب ضغوط نفسيه وعصبيه كبيره جدا جدا على منظومه الكره في النادي الاهلي. يعني مجلس اداره النادي الاهلي، الاجهزه الفنيه، اللاعبين طول الوقت محطوطين تحت ضغط غير طبيعي. المفترض انك تكون مطالب طول الوقت انك متواجد على منصات التتويج حتى في البطولات الكبيره. يعني بتتكلم النهارده في كاس العالم للانديه، جماهير النادي الاهلي بتطالب بالبطوله، مش بتطالب بس انك خلينا نقول بتحلم بالبطوله. انا يعني كنت معرفش هتتفق ولا هتختلف معايا في ده، بس انا كنت بشوف البطوله دي يعني انت بتتكلم واحد طبعا على مشاركه مع اهم يعني فرق العالم، كبار العالم كلهم، كبار القارات بيحضروا بطوله تحت انظار العالم كله. العالم كله بيتفرج عليها، وسائل الاعلام في العالم كله بيتفرج عليها، انديه كتير في العالم كله مسؤولين فيها بتتابع البطوله دي. لكن في النهايه بشوفها الاقل من ناحيه الضغوط. يعني كل بطوله بيشارك فيها فريق النادي الاهلي الجماهير عايزه رقم واحد. في دي احنا مش عايزين رقم واحد، احنا بنحلم برقم واحد. لكن مش مطلوب ولا منطقي ان احنا نطلب من لعبتنا. كنت متفق معاك لغايه الموسمين اللي فاتوا، لكن سقف طموحات النادي الاهلي عالي قوي. يعني خلي بالك انت لما بتحصد بطولات كبيره وتبقى متواجد في دايما الترتيب الاول او منصات التتويج في بطوله افريقيا، من 4 بطولات بتاخد 3، انت الافضل افريقيا، متواجد في قائمه الافضل عالميا. انا معاك في كل ده، حصلت على نادي القرن في ده. يعني عشان نبقى موضوعيين، انت مطلوب منك، انت بتلعب في السيزون كله 70 ماتش. صحيح. تقريبا يعني لو قسنا على السيزون اللي فات 70 ماتش، لو قلنا هنلعب زيهم السنه دي، هل في 67 ماتش مباراه تكون اصعب من اتحاد جده او فلومينينزي او مانشستر سيتي؟ ده لو ربنا كرمنا يعني ومشينا المشوار لغايه ان شاء الله. هل ممكن يبقى في عندك مستوى منافسه داخل القاره او خارج القاره، داخل مصر او بره مصر، اقوى من 3 ماتشات دول؟ يعني هم من اقوى 3 مباريات طبعا، لكن في يعني انت بتواجه في افريقيا بتواجه سان داونز مثلا، بتواجه الترجي ومباريات المغرب العربي عموما، بتبقى مباريات قويه وفيها نديه كبيره جدا جدا. والفوز فيها ما بقاش سهل،
وده لا يقلل ابدا ابدا من انك بتحصل على البطولات دي مع فرق منافسه كبيره جدا جدا، سواء صن داونز او الترجي او الوداد او لما تلعب في بطوله مجمعه ليفل مختلف في 10 ايام. هي ليفل يعني مختلف في بطوله مجمعه، تقابل الترجي وتستنى شهرين لغايه لما تقابل صن داونز. صحيح، تستنى. لكن احنا كان عندنا نموذج مصغر في في الدوري الافريقي، يعني كان عندنا نموذج مصغر، والنادي الاهلي صحيح يعني خسر البطوله، لكن يعني لظروف. ميزه في دي ميزه في دي انها مجمعه، خد بالك هناك مع يعني قاره ذهاب وعوده ذهاب وعوده، وبتسافر تنزانيا وبعد كده بتسافر جنوب افريقيا، يعني التركيز بيبقى افضل واعلى. وانا قلت لك الحلقه اللي فاتت او اللقاء اللي فات ان ميزه البطوله دي ان النادي الاهلي يكون عنده تركيز كبير جدا في ان البطوله مجمعه، عدد ايام النادي الاهلي متواجد بشكل مستمر، مفيش سفر مفيش سفر مفيش ارهاق وتعب، وبالتالي التركيز كويس. كمان فرصه كويسه للتركيز بشكل كبير. شوف، لا خلاف النادي الاهلي عنده طموحات كبيره جدا جدا لمصالحه جماهيره. انا اشعر ان اللاعبين عندهم طموح كبير جدا جدا لمصالحه جماهير النادي الاهلي، وعندهم طموح ان هم يوصلوا للمباراه النهائيه في هذه البطوله، خاصه انها فرصه ذهبيه بعد المعنويات الكبيره جدا جدا، زي ما تفضلت وقلت يا احمد انه النادي الاهلي افضل نادي في افريقيا، بيرستاو افضل لاعب افريقي، هدف كهربا من افضل الاهداف، الشناوي كمان كان بينافس على افضل حارس، وبالتالي يعني انت عندك مجموعه كبيره جدا جدا من اللاعبين موجودين في التوب 5 او التوب 10 موجودين في افريقيا في الفتره الحاليه، رغم كل الظروف ورغم كل النتائج، لكن طموحات جماهير النادي الاهلي لا تتوقف عند شيء، وبالتالي ده اللي بقول لك عليه انه بيسبب مشكله نفسيه وعصبيه شويه وضغوط نفسيه وعصبيه شويه على اللاعبين وعلى الاجهزه الفنيه وعلى مجالس ادارات على مدار تاريخ النادي الاهلي. وللاسف ده حال مجلس اداره النادي الاهلي وجهازه الفني ولاعيبته، يعني ده المتعارف عليه ومتواجد طول العمر. يعني انا من وقت ما كنت والله موجود في النادي الاهلي، يعني احنا بنشرب ده وبناكل ده، انت متواجد في النادي الاهلي عشان تحقق بطوله بس، مفيش حاجه اسمها ترتيب تاني او مركز تاني. انا فاكر في لقاء مع او لقاءات مع كابتن صالح سليم وانا صغير وانا في الدرجه الاولى، كان دايما يقول لنا ان التكريم او المكافئات مش علشان الانجاز اللي انتوا حققتوه، ده علشان المجهود اللي انتوا بذلتوه. انا كنت بقول لان الانجاز يعني خلاص، فكره انك انت الرحله دي مطالب يعني للمطار عشان تستعد للمشاركه في كاس العالم، الجيل ده تحديدا بنتكلم على 9 مشاركه، لكن الجيل ده تحديدا رابع مشاركه في كاس العالم على التوالي. صحيح صحيح، وده انجاز كبير جدا لهذا لهذه المجموعه من اللاعبين، وصحيح انضم عليهم بعض اللاعبين الجدد، لكن مجموعه كبيره جدا من هذا الجيل متواجد في حصل على افريقيا الفترات اللي فاتت والسوبر الافريقي والدوري والكاس، وكمان 4 مشاركات لكاس العالم الانديه، خبرات كبيره جدا، واعتقد ان الاجواء دي مش جديده عليهم وهتديهم فرصة كبيرة جدا جدا للتركيز، وكمان معنويا بشكل كبير جدا تواجدهم. وانا شايف حتى تصريحات النهارده احمد المجموعة من اللاعبين فيها تفاؤل كبير جدا وفيها نية كبيرة جدا لمصالحة جماهير النادي الاهلي ان شاء الله الفترة اللي جاية. بتكلم طبعا طيب، وبما انك بتتكلم على تصريحات اللعيبة، وانا كنت بدأت الحلقة يعني شوية بالرسائل اللي بعتها نجوم الفريق حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة للجماهير، تعال نشوف رامي ربيعة نجم دفاع النادي الاهلي قال ايه لجمهوره قبل ان شاء الله انطلاقه المشوار يوم الجمعه اللي جاي. المشاركه بصراحه بالنسبه للنادي الاهلي يعني واضحه وباينه ان النادي الاهلي في حته ثانيه، النادي الاهلي بيحقق بطولات كبيره وكثيره، واحنا موجودين جزء صغير في المنظومه الكبيره اللي بتحاول تحافظ على البطولات وبتحاول تحافظ على اسمها، فطبعا حاجة تشرف وحاجة تفرح أي لعيب موجود في الكيان. بالنسبة لنا يعني حضرت كأس عالم فترات كبيرة، أول كان كأس عالم ليه بالنسبة لي كان في اليابان 2012 مع كابتن حسام البدري، فبالنسبة لنا ليها طابع خاص بالنسبة لي، بستمتع بيها، بطولة عالمية، فأنا ببسط بيها يعني على المستوى الشخصي. رسالة مستر كولر طبعا للعيبة إن احنا ما نهتمش بالنتائج اللي هي آخر فترة، نحاول نقف على رجلينا تاني ونحاول، طبيعي في الكورة بتبقى في فترات ليك تبقى وحشة وفي فترات كويسة، أنت بتحاول تعمل اللي عليك وبتحاول تأدي وتحاول ننفذ اللي هو بيقوله في الملعب، فمع الوقت الواحد بيبقى نحاول نرجع المستوى اللي احنا كنا بيه السنة اللي فاتت، هي بس سوء حظ بس بيقابلنا في بعض الماتشات،
احنا وقعدنا مع بعض كلنا واتكلمنا في الحاجات النواقص اللي احنا ما بقيناش نعملها او بنعملها. دي تخليك ان اللعيبه كلها بتبقى مركزه ان اللي يجي له فرصه يبقى مركز فيها وانه يجيبها. مش حد بعينه يعني، كلنا لو كلنا كويسين او كلنا مقصرين، لان احنا فرقه جماعيه، ما فيش حاجه اسمها شخص لوحده بيشيل المسؤوليه، لا احنا فرقه جماعيه. فاتمنى ان الحظ يبقى مساعدنا الفتره الجايه والامور ترجع زي الاول ان شاء الله. الجمهور ليه وجهه نظر، المدرب ليه وجهه نظر ثانيه. فاللي احنا بنشوفه ان النتائج بس مش مساعدانا، بس في سوء حظ وده طبيعي في الكوره، انما ما فيش سوء اداء. فاتمنى ان شاء الله الحظ يبقى محالفنا الفتره الجايه ان شاء الله. دايما جمهور الاهلي بيفاجئنا والله بالتواجد المعتاد بصراحه في الماتشات الكبيره والمهمه. عشان كده احنا بقول لك احنا نبدا ان شاء الله صفحه جديده، وان شاء الله في بدايه المباراه مع الاتحاد نبقى مركزين باذن الله ان شاء الله، ونحاول نسعدهم ونحاول نفرحهم ونحاول نفرح احنا كمان، ونحاول تبقى نتيجه طيبه للنادي الاهلي ان شاء الله، ونفرح جمهور النادي الاهلي اللي جاي ورانا باذن الله. واضح ان هم بيجهزوا الاتحاد على طول. خلاص هو مقرر، رامي قرر ان الاتحاد هيفوز على اوكلاند، ده طبيعي يعني. طبيعي الاتحاد مفيش اعتقد شوف في كره القدم مفيش. مثلا نهائي تشامبيونز ليج تشيلسي والسيتي، انه السيتي خد البطوله صحيح. والبطوله صحيح. موجوده يعني، لو سالت 100 واحد 99 هيقول لك السيتي هيكسب، وهي دي النسبه اللي موجوده النهارده. يعني اعتقد ان نسبه فوز اتحاد جد على اوكلاند سيتي خبراته واللاعبين المحترفين الموجودين، وهم كمان اجتهدوا بشكل كبير جدا في بدايه في تعاقدات مهمه وكبيره، من ضمنها كان علشان كاس عالم الانديه. الاسماء الكبيره اللي موجوده هي نفس الاسماء دي اللي خسرت قدام ضمك صحيح 3-1 يوم. فهو ده عشان كده بقول لك في نسبه كل حتى حاجة لو ضعيف. لكن طبعا وانت بتلعب ماتش في الدوري وعندك كاس العالم، انا متاكد طبعا تماما ان القصه طبعاً مختلفه طبعاً. ومستواك وتركيزك ومردودك، وانت عارف ان العالم كله باصص عليك، وحلمك انك توصل للمباراه النهائيه برضو الكل بيراهن على انه السيتي موجود في النهائي خلاص صحيح. ولا يعني او انه السيتي خد لقب البطوله، لكن في النهايه كل شيء وارد في كره القدم، وكل فريق بيشارك بطل جاي يمثل قاره مش فريق عادي، فبالتالي شخصية البطولة الطموح على الأقل طبيعي ومشروع. هو ده جمال كرة القدم. انت مفيش في دايما ثوابت صحيح نتيجة للتاريخ والإنجازات والأرقام وأسماء الأندية أو المنتخبات، لكن في النهاية روعة وجمال كرة القدم في مفاجآتها. ممكن وارد جدا تلاقي أوكلاند سيتي ضرب أوكلاند يعني كسب اتحاد جدة، ممكن ما تلاقيش مانشستر سيتي في الفاينل، وارد جدا إن شاء الله نلاقي النادي الأهلي موجود في الفاينل، لكن ده مش الأهلي وقبل يوم مثلا، دي مش من ضمن يعني الحاجات الفارقة، لكن النادي الأهلي يستحق ده باذن الله تعالى ان شاء صحيح. الله ونقدر ان شاء الله باذن الله. يعني بشوف انه يعني الرهبه بتاعت يعني احنا اول ما ابتدينا في اول وتاني وتالت نسخه كان فكره انك انت بتقابل فرق من قارات تانية وابطال قارات، الى حد ما بالنسبه للجمهور كانت في حاله رهبه كده صحيح، في احساس ان في فارق في المستوى رغم ان الاجيال اللي كانت موجوده وقتها يعني طبعا أجيال كانت عظيمه طبعا. لكن لك ان تتخيل من حيث التكوين الجماعي يعني او اكيد وكسبوا ابطال قارات وحققوا برونزيه، لكن لك ان تتخيل لو بتحسبها ورقه وقلم وارقام، الجيل ده هو اعظم اجيال النادي صحيح. الاهلي على مستوى بطوله صحيح. كاس العالم صحيح. فبالتالي كمان الحاجز النفسي ده وقع يعني، والرغبه والطموح في انك جبت برونزيه عايز توصل فاينل بقى تانية فلا خلاص بقى انا مش عايز برونزيه يعني، برونزيه ده بقى عادي. ده اللي بقول لك عليه من موسمين فاتوا، ان خلاص طموحات جماهير النادي الاهلي عايزه تلعب الفاينل، عايزه تاخد البطوله. اكتر لاعب شارك في ماتشات في مباريات في كاس العالم على مستوى البطوله هو حسين الشحات. حسين الشحات ورامي ربيعه اللي كان بيتكلم شويه مع قناه الاهلي بتكلم 7 ماتشات في كاس العالم. انا عايز اقول لك ان النادي الاهلي في افريقيا في مصر قاريا يعني بينافس نفسه، فبنقول هو سيد القاره سيد افريقيا بالفعل. انت عندك كم من الارقام والانجازات مفيش حد هيقدر يلحقك لمده 7 8 10 15 سنه كمان حتى لو قعدت ما لعبتش، وبالتالي النادي الاهلي دايما بيحاول يضرب ارقامه او يكسر ارقامه وانجازاته. هي دي عظمه النادي الاهلي انه ما بيتوقفش عند نقطه وصل عندها احمد، والا انت هتنزل. الصعود على القمه محتاج نفس طويل جدا جدا، محتاج تجديد دوافع مستمر، وبالتالي هي دي الضغوط اللي لازم لاعيبه النادي الاهلي يتحملوها، لان مش اي حد يقدر يتحمل الضغوط دي، مش اي مدير فني يقدر يتحمل كم هذه الضغوط. عشان كده نصايحنا دايما لمستر مارسيل كولر انه
يعرف قد ايه حجم المعاناه اللي ممكن يعانيها في النادي الاهلي في ظل انه مطالب دايما بارقام وبطولات وانجازات، مش بيقف عند حد معين، وبالتالي محتاج منتاليتي معين، محتاج عقليه معينه عشان يقدر يتعامل مع هذا المنطق او هذا الاسلوب من جماهير النادي الاهلي، وده اللي اتربينا عليه في النادي. انا عايز اقول لك ان لعيبه النادي الاهلي من القطاعات تحت من البراعم بتتربى على ده، وبالتالي لما بتطلع او بتبقى متواجده في الفريق الاول خلاص هو ده اللي اتربى عليه، هو عارف انه ما عندوش حاجه اسمها مركز ثاني، ما عندوش حاجه اسمها غير المركز الاول او في الترتيب الاول في كل البطولات. البطوله صعبه بالتاكيد، يعني زي ما قلنا اتحاد جده غالبا بنسبه كبيره هيبقى هو المتواجد، فريق كبير عنده امكانيات كبيره جدا، عنده مجموعه من اللاعبين اللي تعاقد معاها بنزيما، حتى حمد الله، يعني عبد الرزاق حمد الله من اللاعبين المميزين جدا بس اعتقد انه بعيد عن المشاركه في كاس العالم، حتى لو شارك هياخد اجزاء بسيطه، لانه خد بالك فكره انك تبقى راجع حتى مباراه النهارده في التشكيله مش موجود هو مشاركش في تمرين امبارح، لكن اعتقد انه ممكن يجهز على مباراه النادي الاهلي. خلي برضه حتى لو جهز وشارك مش هيبقى بالقوه بتاعته باللياقه الفنيه اللي توصله، مهاجم خاصة خطير. انه بيعتمد على سرعات كبيرة، لا هو يعني مهاجم من المهاجمين اللي يعجبوك ويمزجوك جدا، بس عشان يوصل لتوب فورم او يجيب فورمته في الوقت ده اعتقد انه صعب جدا. في انسجام كبير جدا جدا وبينه وبين بنزيما كمان طبعًا. في الفترات الاخيرة يعني طبعًا. فابينيو ورومارينيو كانتي وفيصل الغامدي مجموعة مميزة جدا، لكن رغم القدرة او القوة الهجومية الكبيرة جدا لاتحاد جدة في عندهم نقاط ضعف بالتأكيد، لكن في حتة برضه مهمة جدا، يعني احنا طبعا ده حتى مع المنافسين الصغيرين، وده جزء واسلوب من طريقه التفكير دايما داخل النادي الاهلي، انك تحترم المنافس مهما كان اسمه مهما كان صحيح. حجمه، وبالطبيعي بالاكثر انه في بطوله بالحجم ده وانت بتقابل ابطال قارات انك انت طبعا تديهم وضعهم وتعمل لهم حسابهم. لكن انا بتهالي كمان اشرف انه برضو زي ما احنا باصين لفلومينينزي واتحاد جده الفرقتين اللي في مشوارنا على الاقل يعني عشان نوصل للمباراه النهائيه بنفس التقدير ده، هم كمان باصين للاهلي كده تأكيد. وفي دروس مش بعيده قوي مع نفس التيم ده، سكواد الاهلي ده، مع الهلال مره صحيح. مع الدحيل مره، مع بالميراس مره، بتقول انه الاهلي تتتت الاهلي راس براس صحيح. وده بيدي احترام كبير جدا جدا للنادي الاهلي وقيمته افريقيا وعالميا. تاكد ان مفيش نادي في العالم، شوف احترافيه كرة القدم في العالم كله بتعتمد بشكل كبير جدا على احترام المنافس، والنادي الاهلي اسم كبير جدا جدا قاريا وعالميا، وبالتالي بالتاكيد في متابعه كبيره جدا لكل لاعبي النادي الاهلي، لمارسيل كولر، لطريقه اللعب، التشكيل الموجود. صحيح النادي الاهلي كتاب مفتوح، لكن امكانيات لعيبته والنواحي الخططيه والتكتيكيه اللي ممكن يتم تغييرها، خاصه ان مارسيلو جاريدو كان مدير الفني لاتحاد جده، اعتقد انه من المدربين اللي بيغيروا بشكل مستمر في طريقه اللعب، يعني 4 3 3 4 3 1 2 4 3 2 1 4 4 2 يعني ومعاه تشكيله ما يتعبش في انه يقدر يشكل فيها زي ما عايز انا مش قلقان طبعا، هو خط هجوم ناري صحيح، لكن عندهم خط نص برضو، يعني انا بيتهيألي اللي هيسيطر في المباراه دي على خط النص هو اللي هيبقى يعني الاقرب لحسم كانتي وفيصل الغامدي واعتقد فابينيو من الاسماء الكبيره وعندهم امكانيات كبيره جدا جدا. الاهم والمهم جدا جدا، واعتقد ان مستر كولر عنده متابعه جيده جدا لكل مباريات اتحاد جده الفترات اللي فاتت، اعتقد انه في اخطاء دفاعيه غير طبيعيه في الظهيري الجنب لاتحاد جده. هم عندهم كره عاليه جدا جدا، نتكلم على زكريا الهوساوي ومهند خطير جدا. هو الناس جداً. على فكره كمان ممكن تبقى مركزه مع المحترفين لانهم اسماء كبيره، بس ما تنساش انه في اسماء كبيره، يعني لعيبه محليه لكن مستواها عالي. زكريا الهوساوي ده من افضل لاعبين السعوديه، ومهاراته دريبلينج وسريع ويعني رائع، لكن عنده مساحات في خط ظهره كبيره جدا جدا يقدر يستغلها ان شاء الله باذن الله بيرستاو بعد المعنويات الكبيره جدا جدا اللي حصل عليها بعد حصوله على افضل لاعب في افريقيا. نفس الكلام مهند الشنقيطي، نفس الكلام، عنده مساحات كبيره في خط ظهره، وخلي بالك بيستقبلوا اهداف كتيره جدا احمد، يعني انت في خمس مباريات اللي خاضهم مارسيلو جاياردو استقبل 8 اهداف، يعني احرز 10 اهداف استقبل 8 اهداف، مفيش مباراه ما استقبلش مرماه هدف. وبالتالي
عندك اخطاء دفاعيه كبيره كمان جدا. هيجيب عنهم لويس فيليبي كان لعيب اساسي من افضل اللاعبين اللي موجودين طبعا. وبالتالي في اخطاء دفاعيه كبيره جدا، في مساحات في خط الظهر كبيره جدا، لانه اعتقد ان رغم احترامهم الشديد للنادي الاهلي لكن هم هيلعبوا بنسبه كبيره جدا على الفوز طبعا. وبالتالي هيكون في مساحات في خط ظهرهم، هنستغل ده ان شاء الله من خلال سرعات حسين الشحات، من خلال سرعات كهربا، من خلال سرعات بيرستاو، كمان حتى الامام عاشور لو قدر ان شاء الله يبقى متواجد، انطلاقات. انت واجهت ظروف صعبه قوي في مناسبات كتير في كاس العالم. يعني في ماتشات، يعني مثلا اول مره تفوز على بطل كوبا ليبرتادوريس، احنا كان دايما المستعصي علينا امريكا الجنوبيه عشان طريقه اللعب، اختلاف طريقه اللعب، السرعات، الامكانيات والمهارات، يعني القارتين دول تحديدا اهو بطل كاس العالم يا من اوروبا يا من امريكا الجنوبيه، امكانيات يعني اللاعبين والاحتكاك من خلال المباريات عندهم في الدوري كبيره جدا. يعني ولو بتتكلم على حجم منافسه في بطوله زي كوبا ليبرتادوريس، بتتكلم على عمالقه امريكا اللاتينيه. يعني خلي بالك من اقوى يعني مستويات الكره في العالم في امريكا الجنوبيه. طب يعني طب الناس بس ممكن ما تبقاش متابعه الدوريات فرق هناك، فرق التوقيت لكن كبير صحيح، لكن والاسماء مش كبيره، لكن كوره يعني ليها طعم مختلف تمام جدا يعني. لكن في النهايه اقصد اقول انه قابلت مونتراي مثلا، ومونتراي كان كسبانك قبل كده في البطوله دي بهاف سكواد، نص الفرقه اغلب الاساسيين او الدوليين ما كانوش موجودين. والكل كان متوقع انه الاهلي يروح يسلم ويرجع ويرد على طول، يعني الطياره اللي هتنزله المطار هتستناه عشان يلعب الماتش ويرجع. صحيح. وقدرت انك انت تكسب بالميراس، واحده من اصعب المواجهات اللي خاضها النادي الاهلي، ومباراه على مركز على تصنيف والاهلي قدر يكسبها الحمد لله. المواقف دي، وعلى فكره الماتشين دول الهلال وتدعيمات طبعاً الهلال طبعاً قبل البطوله، فوز كبير جدا وعريض، وفوز كبير جدا وعريض للنادي. ففي تراكم خبرات اكيد هيكون مفيد في انا مش بتكلم هنا على خطه وتكتيك وتشكيل للجهاز الفني، ده شغل كولر، لكن بتكلم على النواحي النفسيه، النواحي اللي عند كل لعيب في الملعب. هاني دور قيادي مهم جدا في مباراه صعبه، الشناوي كان ليه دور كبير جدا ومهم، الشحات بخبرات واحد من هدافين البطوله واكثر لاعب شارك، فالخبرات دي ازاي تستغلها؟ اسمع رايك بس بعد الفاصل. ده فيديو حصري طبعا لقناه الاهلي، واللي انتم شفتوه ده هو ملعب الجوهره او الجوهره المشعه اللي هيستقبل طبعا ماتشات الاهلي، واللي هنشوف النهارده اكيد هيكون كامل العدد، واعتقد كمان في مباراه الاهلي هيكون كامل العدد باذن الله. ان شاء الله يكون وشه حلو علينا ويكون بدايه اول فوز لينا في المونديال. كنت بسال اشرف قبل الفاصل على فكره المواقف الصعبه او الماتشات الصعبه اللي خاضتها فرقه النادي الاهلي في المونديال، وال قلبت بيها موازين او طلعت بنتائج عكس التوقعات، منها يمكن مونتريال المكسيكي. بشوف اكتر ماتشين يعني من وجهه نظري نموذج على ده بالميراس البرازيلي في مواجهه الثالث والرابع اللي فزنا فيها برونزيه مع بيتشو موسيماني، وماتش مونتريال المكسيكي اللي رحنا او بدانا فيه مشوار الاهلي في كاس العالم بدون نص السكواد اللي كان موجود مع منتخب مصر في امم افريقيا، وكل التوقعات حتى الاهلاويه نفسهم توقعوا ان الاهلي يخرج بدري، ولكن الاهلي قدر يصنع المعجزه. صحيح، يعني مباراتين مهمين فعلا زي ما قلت يا احمد، لانه الانجاز فيهم كان غير متوقع، لان عندك ظروف يعني بتكلم في نص الفرقه تقريبا مش موجود، كمان بالميراس من الفرق الكبيره جدا، مونتري كمان من الفرق العريقه، وفي ماتشات ثانيه انا فاكر كتير، لكن لما رحنا قطر يعني بتكلم على مباراتين، الهلال كمان الدحيل والدحيل كان فريق مدجج بالنجوم يعني، وقيمه تسويقيه مش عارف كام، وعلى ارضه وملعبه وسط جمهوره، برضه الكل توقع ان الاهلي يخسر. صحيح. ويخسر في صحيح. في المباراه دي الهلال كانت توقعات كبيره جدا للهلال. يعني النادي الاهلي الخبرات الكبيره اللي اكتسبها النادي الاهلي اعتقد اكبر او اكتر فريق شارك في بطوله كاس العالم انديه حسب الارقام مع اوكلاند سيتي، يسبقنا في عدد المشاركه، لكن عدد الماتشات احنا اكتر من اوكلاند سيتي، يعني مع اوكلاند سيتي انت بتعتبر الاكثر مشاركه. خد بالك المنافسه في اوكيانوسيا غير طبعا، يعني اوكلاند سيتي متواجد طول الوقت لانه المنافسه هناك ضعيفه، انت هنا بتنافس مباريات كبيره جدا وبتصل عن استحقاق يعني. طبعا النادي الاهلي خبرات كبيره جدا، وبالتالي المباريات دي بتكون يعني اعتقد زي لو شفنا تصريحات حسين وقفشه ورامي وحتى الشناوي، هتلاقي ان عندهم طموحات مختلفه. يعني الشناوي كول قوي، الشناوي واحنا بنتفرج على في هدوء كبير وقعد في الكرسي اللي وراها دول
في دنيا تانية. يعني هادي الشناوي. وانا لسه بقول لك ان الشناوي عنده ميزه كبيره جدا جدا، هدوءه، بيستمتع بهدوءه. مركزه مهم قوي طبعا، دي صفه في الجول كيبر مهمه جدا. مهمه جدا يعني، اسماء كتيره في النادي الاهلي كانت كده يعني. كابتن ثابت الله يرحمه، الله يرحمه، شوبير، الحضري برضو نفس الكلام، الشناوي، اسماء كتيره، مش عايز انسى حد، مصطفى كمال، لكن اسماء كبيره طبعا. التوتر في البوزيشن ده بيوتر الكل، كوارث. بيوتر الكل، لان زي ما بقول لك ان الحارس وحارس المرمى والديفندر مهم جدا جدا انه خط عمودي، انه يكون عندهم هدوء، عندهم مستوى ثابت، عندهم شخصيه قياديه، بيريح بيريح اللعيبه كلها طبعا. توترهم بيوتر الكل يعني. طبعا لا يعني الخبرات لعيبه اللي بتفرق. ملعب حلو قوي، رائع، ملعب حلو قوي، والاجواء البطوله حلوه قوي، واتمنى ان لعبتنا تستغل ده، لان الكل، جميع العالم بيتفرج عليهم، وهيسترجعوا ثقتهم بشكل كبير جدا لدى جماهير النادي الاهلي. مفيش خلاف ان كل الثقه في لعبتنا، وان هم يقدروا يحققوا. انت العالم كله بيتفرج عليك طبعا، انا بتكلم ان العالم كله بيتفرج على خمس قارات بتنقل ماتشات البطوله، بطوله قارات يعني. وبالتالي بطوله تقدر ترجع النادي الاهلي بشكل كبير، او لعيبه النادي الاهلي لثقتهم مره ثانيه. الاجواء دي يا اشرف، معلش اسمح لي بمناسبه، الاجواء المختلفه دي، التواجد العالمي، وجود السيتي مع فلومينينزي مع كلاب ليون، يعني اسماء انديه من كل القارات جايه عشان تتنافس على لقب وعلى بطوله، تفرق مع انتوني مودست؟ يعني هل ممكن نشوف تحول مع انتوني مودست يعني؟ هي بتفرق مع اي لاعب يعني. خلينا اتفق معاك ان اي لاعب، وده اللي هتشوفه وهتشوفه طول الوقت من تصريحات كل اللعيبه، انه اجواء هذه البطوله مختلفه يعني. حاجه بتدي لك دوافع جديده، وانت بتبقى عايز كلاعب، انا بكلمك عن احساس اللاعب يعني، بيبقى عايز يظهر بشكل مختلف، عايز يستمتع ويمتع الباقيين، لان الكل والعيون عليه من كل الاطراف او كل المنظومه في العالم، مش بس في افريقيا. وبالتالي انت عايز تخرج كل اللي عندك. بالتاكيد هتفرق مع مودست لو هو جاهز يعني. خلينا متفقين انه جاهزيه مودست، احنا لا خلاف على امكانيات مودست، مفيش حد حتى بينتقد مودست على امكانياته السابقه، لكن هل هو جاهز ولا لا؟ لو جاهز بالتاكيد ممكن نشوف امكانيات كبيره من مودست. غير جاهز بالتاكيد مفيش اجواء ممكن تفرق مع اي لاعب في الدنيا غير جاهز. خليني اقول لك لو جاهز ان شاء الله ويقدر يشارك، ان شاء الله نشوف منه حاجه جيده يعني باذن الله. طيب خلينا نشوف تشكيل المعلن لفريق اتحاد جده في مباراه النهارده. يعني اقرا كده، مارسيلو جاياردو مدير فني لاتحاد جده بيراهن على تشكيله، وهل فيها مفاجات من وجهه نظر اشرف؟ لو التشكيل جاهز معانا يا ريت نشوفه ونستعرضه مع حضراتكم. ده مغير الجول كيبر مع يوف، مش هيلعب. اعتقد انه مغير ثلاث لاعبين، يعني المعيوش ولويس فليبي وحمد الله. لويس فيليبي بره القايمه اساسا. يعني وحمد الله زي ما اتفقنا مش جاهز، ما شاركش في تمرين امبارح، فبالتالي بره. واتمنى انه ما يشاركش في مباراتنا لو لعب من اللاعبين الجيدين الحقيقه يعني، وبيفرق كتير جدا تواجده مع بنزيما. يعني الثلاث لاعبين اعتقد دول هم اللي يعني، هقول لك المعيوف وزكريا الهوساوي. الباك الشمال. الباك الشمال، ومهند الشنقيطي ناحيه اليمين، حجازي وحسن كادش في ال المساكين في وسط الملعب، فابينيو وكانتي، الثلاثي الخلف كريم بنزيما، رومارينيو وكورنادو وفيصل الغندي. يعني اعتقد ما فيش تغيير كبير في التشكيل باستثناء بس لويس فيليبي طبعا هو خارج القائمه، عبد الرازق حمد الله هو مش موجود، وحارس المرمى المعيوف اعتقد النهارده او المعيوش اللي بيبتدي النهارده مارسيلو جروهي. يعني مش تغييرات كبيره، لكن اعتقد انه التشكيل في رغم انه بيغير في نواحي الخططيه او طريقه اللعب، تغيير يعني ب 4 4 2 او 4 3 2 1 او 4 3 1 2، لكن الاسماء اللي موجوده ما بتتغيرش بشكل كبير، يعني ما عندوش روتيشن كبير في اللاعبين اللي موجودين الاساسيين. وبالتالي دي بتدي له شويه انسجام. صحيح هو حقق في الخمس مباريات اللي لعبهم ثلاث مباريات فوز ومباراه تعادل ومباراه هزيمه، لكن هو خسر ماتشين تقريبا، خسر في دوري ابطال اسيا من القوى الجويه العراقي، وخسر من ضمك في الدوري، يمكن يبقى مباراتين ست مباريات. لكن الملاحظه الكبيره جدا مهمه جدا هي ضعف خط دفاعه، مش ضعف ولكن مساحات كبيره في خلف الظاهرين،
وفي بطء شويه ولازم نستغل كمان يعني حجازي لسه مش جاهز بنسبه 100%. اعتقد السرعات هتفرق كتير جدا. بس انا عايز اقول لك حاجه اجمالا يعني السيزون مش تقليلا من اتحاد جده ومدرك تماما انه كل النجوم اللي موجودين في اتحاد جده بالنسبه لهم اهم بطوله يشاركوا فيها مع الاتحاد هي بطوله كاس عالم الانديه. ففي دوافع خاصه ان هم يعني بره السباق اعتقد في الدوري. لكن يعني خد بالك انه قبل التدعيمات يعني دي قبل التدعيمات دي هو كان بطل النسخه الاخيره من الدوري السنه اللي فاتت قبل وجود نجولو كانتي قبل صحيح. وجود كريم بنزيما قبل وجود فابينيو يعني قبل التدعيمات دي الفريق ده كان بطل الدوري السعودي. السنه دي هو خامس وخسر من كل خامس الكبار. وبعيد يعني خسر من النصر وخسر صحيح. من الهلال وخسر من الشباب يعني ومن الاهلي يعني فرق تقريبا 16 نقطه ما بينه وبين الهلال وبالتالي عودته للمنافسه تاني بعيده شويه. بالتاكيد عندهم طموحات كبيره جدا في انه على الاقل ينافس على بطوله كاس عالم للانديه علشان شويه يرضي يعني جماهيره او يرضي مجلس اداره اتحاد جده. فاعتقد انها بالنسبه لهم هتبقى يعني مباراه صعبه وقويه جدا المنافسه عليها. 48 ساعه ايه اهم حاجه تتحط على ليستة كولر عشان يحضر لماتش الجمعه؟ طبعا دراسه اهل اتحاد جده بالتاكيد ده شيء لا خلاف عليه. متابعه مباراه النهارده طبعا هتفرق كتير لكن النواحي النفسيه والمعنويه هي اللي هتفرق كتير جدا مع لعيبه النادي الاهلي في اليومين ثلاثه دول. انت ما عندكش خلاص مساحه انك تشتغل فني او من خلال التدريبات او تصحح اوضاع لكن النواحي النفسية والمعنوية وأعتقد أن وجود كابتن محمود الخطيب هناك من أهم الأدوار. خلي بالك أحمد في أوقات كتيرة جدا عصيبة مر بيها النادي الأهلي في السنين اللي فاتت اللي أنقذ النادي الأهلي هو وجود كابتن محمود الخطيب نفسيا ومعنويا مع لعيبة النادي الأهلي. واتكلمت أنا وأنت في ده وقوفوا وسافروا معاهم رغم انه كان تعبان بشكل كبير في اوقات كتيره بيرفع مراحلهم المعنويه بشكل كبير جدا جدا. لو في بعض التفكير من بعض اللاعبين في عروض او في اي حاجه تانية اعتقد ان وجود كابتن محمود خطيب بيقفل هذه القصه هتفرق كتير جدا نفسيا ومعنويا ولكن مش فنيا او من خلال تدريبات يعني. مش عارفين كابتن الخطيب يمكن هيروح ولا لا لكن في النهايه ان شاء الله اكيد اعتقد انه الدعم الجماهيري كمان من جماهير الاهلي الموجوده في السعوديه ولا هتكون حاضره في المباراه بالتاكيد هيكون ليه دور كبير جدا. لعيبه اتعودت ما تشوفش جماهيرها في المدرجات في اغلب المباريات على مدار السيزون كله صحيح. فبالتالي وجودهم كانهم بيلعبوا في القاهره يفرق معاهم كتير قوي جدا جدا جدا. ودي تصريحات كل لعيبه النادي الاهلي هتلاقيها طول الوقت جماهير النادي الاهلي ليها الدعم رقم واحد وهي اللي بترفع روح المعنويه بشكل كبير جدا للاعبتنا يعني. قبل بدايه اللقاء بدقائق تتوقع نسبة كام في المية اوكلاند يعمل مفاجأة النهارده؟ يعني بص انا دايما عندي 1% لصالح الفريق الضعيف يعني اتحاد جدة 99 واوكلاند سيتي 1%. لكن لو تخطى الاهلي ان شاء الله عقبة المباراة الافتتاحية ايا كان اتحاد جدة او اوكلاند شايف انه طريق وصوله للمباراة النهائية يكون اسهل؟ شوف التركيز الكبير جدا في البطولة دي بطولة مصغرة او يعني فترة ايام قليلة تركيز النادي الاهلي ولاعبتهم كل ما بتعدي خطوه طموحاتك اعلى وبتجدد دوافع اكتر. فاعتقد ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يتخطى ان شاء الله اتحاد جده. انا بشوف مباراه فلومينينزي طبعا منافس محترم وقوي بطل امريكا الجنوبيه لازم تديله وضعه ولازم تديله اعتباره كره مختلفه فيها طبعاً صعوبه طبعاً جدا كره مختلفه وصعبه جدا ومنافس دايما مرشح لوصول المباراه النهائيه. لكن انا بشوف انه لو الاهلي تخطى اتحاد جده مع وجود حضور جماهيري اعتقد هيملى ملعب المباراه في مباراه فلومينينزي هينضموا طبعا للنادي الاهلي بالتاكيد. اعتقد انه كفتنا ممكن بشكل كبير جدا جماهير السعوديه بالتاكيد ان شاء الله هتبقى معانا بعد فوزنا ان شاء الله على اتحاد جده باذن الله امام فلومينينزي. يعني حاجه مش صعبه ولكن الاشقاء دايما موجودين مع بعض. احنا اتكلمت في بدايه الحلقه او اتكلمت معاك على فوز الاهلي بجائزه الافضل على مستوى القاره صحيح. كنادي وكلاعبين دي سادس مره اعتقد انت ذكرت ده دي سادس مره في تاريخ وتسع النادي وتسع مره بيفوز اللاعب من النادي الاهلي صحيح. بلقب الافضل داخل القاره من الاتحاد الافريقي. النهارده الاهلي مرشح ضمن اسماء عالميه زي المانسيتي وزي الانتر لجلوب سوكر كمان موجود مستر كولر وكمان موجود الشناوي كولر طبعا اللي كان من حقه بصراحه وكان من العدل والانصاف انه يكون موجود في جائزه الافضل في افريقيا بس ما حصلش لكن موجود عالميا. شايف تاثير ده على الكره المصريه ايه وسمعه الكره في مصر؟ شوف النادي الاهلي من سنوات طويله جدا يعني النادي الاهلي هو سيد القاره وهو سيد الارقام وبالتالي انت دايما كنادي و
كأجهزة فنية وكلاعبين مفيش أنا يعني لو ذكرت لي دلوقتي قبل نهاية الحلقة مدير فني أو لاعب ما حصلش على بطولة حتى لو ما شاركش مع النادي الأهلي يعني ما حصلش هعمل لك اللي أنت عايزه حتى لو ما شاركش. وبالتالي لا أنت بتحقق أرقام طول ما أنت متواجد في النادي الأهلي، أنت لو بتعدي بس من دمسور النادي الأهلي بتحقق بطولة. فبالتالي لا بالتأكيد النادي الأهلي عظيم، النادي الأهلي بيدي دايما أرقام وإنجازات كبيرة جدا لكل من ينتمي إليه. كل التوفيق إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. دايما المجد يصنع داخل القلعة الحمراء. بشكرك يا أشرف، شكرا جزيلا. شكرا جدا إن شاء الله تكون بداية الفريق يوم الجمعة اللي جاية بداية موفقة، ويوم معاك يوم كل يوم هنتابع معاكم إن شاء الله لحظة بلحظة استعدادات الأهلي لبداية وانطلاقة مشواره في بطولة نسخة 9 من كأس العالم للأندية. كل التوفيق لنجومنا، كل التوفيق لمستر كولر، إن شاء الله يفرحوا ويمتعوا الجماهير اللي هتكون حاضرة في ملعب المباراة والملايين اللي بيتابعوا من خلال شاشات التلفزيون الجمعة 8 مساء. أشكركم على المتابعة، تحياتي لكم.